يا مساء الورد والرضا على حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الهدف. كلام كتير جدا 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 خلال الساعتين ثلاثه اللي فاتوا ان رزاق حمد الله مهاجم منتخب المغرب ومهاجم اتحاد جده هيكون مهاجم النادي الاهلي الجديد، وده يمكن عشان كل الاخبار اللي طالعه من الدوري السعودي من اتحاد جده تحديدا ان مع نهايه الموسم الحالي سيتم فسخ العقد بالتراضي ما بين مهاجم المغرب الدولي رزاق حمد الله او بيعه بنهايه الموسم او بالانتقالات الصيفيه القادمه ومع انتهاء موسم الدوري السعودي. عشان كل التفاصيل دي فناس كتيره جدا ربطت ما بين فسخ العقد بالتراضي ما بين رزاق حمد الله واتحاد جده او بيع اتحاد جده لعقد رزاق حمد الله وبين قدومه الى النادي الاهلي، والكلام ده كله عاري تماما من الصحه لثلاث اسباب. اول حاجه لكبر سن رزاق حمد الله، رزاق حمد الله عنده 33 سنه. الحاجه الثانيه ان رزاق حمد الله متعارف عنه، وده واحد من اهم اسباب ابتعاده او عدم استمراره في اتحاد جده، هو كثره مشاكل رزاق حمد الله داخل غرف خلع الملابس، وده اتكرر حتى في الدوري او في المنتخب المغربي على المستوى الدولي. يعني زي ما ده حصل في انديه كتير لعب لها رزاق حمد الله، اتكرر كمان على المستوى الدولي مع المنتخب المغربي. اخيرا وليس اخيرا ان رزاق حمد الله يتقاضى مقابل كبير جدا جدا، يقترب تقريبا من حوالي 2.5 مليون دولار في الموسم. فلكل هذه الاسباب رزاق حمد الله بعيد تماما تماما عن رادار التعاقدات ولجنة التعاقدات في النادي الأهلي، ما هواش المهاجم المنتظر ولا المهاجم اللي كولر ولا الجهاز الفني ولا لجنة الكورة ولا لجنة التخطيط متفقين عليه، أو حتى موجود وفق أو حتى موجود ضمن الشورت ليست، القائمة المختصرة اللي لجنة الكورة أو إدارة الكورة في النادي الأهلي بتفكر فيها. فده كده بالنسبة لإيه؟ لرزاق حمد الله. نيجي لمحمد كوناتي مهاجم بوركينا فاسو اللي هتلعبنا بكرة بمشيئة الله، مهاجم من المهاجمين الواعدين جدا 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 جدا. لعب 90، هو بيلعب دلوقتي في جروزني الروسي، لعب 90 ماتش، جاب 34 هدف، صنع 3 اهداف، طوله 191 سنتي، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عنده 26 سنه، لف لفه مش بطاله في يعني بعض الدوريات وبعض الانديه في اوروبا. ده كلام معروف. طب ايه الجديد؟ الجديد ان نادي بيراميدز المصري دخل في الصفقه. يعني بدل ما كان الاهلي حاطط محمد كوناتي وهيتابعه بكره بالمناسبه في ماتش مصر وبوركينا فاسو اللي هيكون هو موجود فيه والنادي الاهلي هيتابعه فيه عن قرب في هذا اللقاء، كان النادي الاهلي هو النادي المصري الوحيد اللي بيتابع محمد كوناتي. ولكن في الساعات الماضيه، الايام القليله الماضيه، دخل بيراميدز على الخط هو وبعض الانديه في السعوديه تحديدا، بس مش من الانديه الخمس الكبار يعني، وبعض الانديه في بعض الدوريات الاوروبيه المتوسطه، وربما ممكن نقول عليها ايه الضعيفه، ما هيش من الدوريات الخمس الكبرى يعني. دي الاخبار الجديده واهمها دخول بيراميدز، لان بيراميدز دخل ورفع المقابل المادي اللي كان تم الحديث فيه او تم تقديمه نادي الاهلي بشكل كبير. وبالتاكيد محمد كوناتي واحد من الصفقات المهمه جدا، واحد من اللعيبه المهمه جدا 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 في حاله قدوم الى النادي الاهلي او الى بيراميدز، لانه لاعب واعد جدا، وحضراتكم هتشوفوا ده بكره في لقاء مصر امام بوركينا فاسو. طيب نروح بقى الى جزئيه ثانيه. النهارده المفروض كان يكون موجود معانا ومشرفنا ومنورنا نجم النادي الاهلي ونجم مصر طاهر محمد طاهر، وعايز اقول لكم يعني البيجز كتبت وهو حتى طلع ترند على تويتر، ولكن بنعتذر عن عدم حضور طاهر محمد طاهر لاسباب حضراتكم ما تعرفوها دلوقتي. والنهارده مشرفنا ومنورنا نجم النادي الاسماعيلي ونجم منتخب مصر الاولمبي عمر الساعي، واحد من اهم اللعيبه الواعدين جدا في الدوري المصري وهو صفوف النادي الاسماعيلي، نتوقع له ان شاء الله مستقبل باهر خلال الفتره القادمه. ولكن تعالوا نعرف ايه سبب عدم تواجد طاهر محمد طاهر النهارده مع نجم مصر الكبير ونجم النادي الاهلي ومدير الكره بالنادي الاهلي كابتن خالد بيبو. كابتن خالد مساء الورد. مساء الورد يا هيما، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟
كله تمام الحمد لله. قبل ما نتكلم في اي حاجه انا عايز اسالك، وانت بتلعب اسهل واقول لي انت مدير كوره؟ لا وانا بلعب طبعا. طبعا صح. لا لا متعه تانية خالص اللعب، هي امتع حاجه في الموضوع ده كله هو اللعب. دي حاجه ممتعه جدا، وانا بصراحه كنت ببقى مبسوط جدا 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 وانا موجود في الملعب، وانا بقول لهم كده لكل اللعيبه دلوقتي، استمتع بالكوره على قد ما تقدر، وخش دايما كده كل المباريات وانت مبسوط وسعيد، لان بتعمل حاجه انت بتحبها وبتاخد عليها فلوس والناس بتحبك والجمهور بيساندك وكل الناس يعني بتقف جنبك عشان خاطر ان انت تعمل حاجه انت بتحبها. ايوه. يعني انت بتعمل، كل الناس بتساعدك عشان تعمل حاجه انت بتحبها، فما بالك انت بقى لازم تساعد نفسك ولازم تبقى مبسوط ولازم تبقى سعيد، عشان اليوم اللي بيعدي عليك في الملعب انت مش ضامن ان هو يرجع لك تاني. مفيش واحد ضامن اي خطوه او اي لحظه في كره القدم ان هي تعوض له تاني، ان انت تبقى نازل سليم، ان انت تبقى نازل ومعاك فرقه بتساعدك، وان انت نازل ومعاك جمهور في ظهرك. في عوامل كتيره جدا 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 في كره القدم لازم تستفيد بيها كلها وانت بتلعب، فعشان كده اللعب هي متعه كره القدم. يعني البطوله بتاعت 2001 وانت بتلعب اهدى بكتير من 2024. لا 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 كتير 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 جدا، على الاقل كنت مسؤول عن نفسي ومسؤول، يعني كان طبعا في، يعني عشان تبقى عارف، احنا طول عمر النادي الاهلي ترابط اللعيبه هو ده بيبقى سمه كل الاجيال اللي بتتعاقب على النادي الاهلي، ان ترابط اللعيبه والهدف الواحد اللي هو النادي الاهلي لازم يبقى نمره واحد، عشان كده هو الوضع بيبقى دايما مترتب بشكل كويس جدا ان احنا ناخد البطوله، فعشان كده كلنا بنبقى على قلب رجل واحد. كابتن خالد، يعني اتفضل. كنت عايز اقول حاجه، عايز كمل؟ يعني لا انت هتسال وانا هرد عليك. طيب ماشي. في البدايه طبعا، في جزئيه بقى طبعا، احنا انت اكيد مش محتاج اقول ان العلاقه ما بين المتحده للخدمات الاعلاميه وبين النادي الاهلي، ما بين اون تايم سبورتس قطاع الرياضه في اون تايم سبورتس، وبين برنامج الهدف والنادي الاهلي، يعني علاقه في منتهى المتانه والقوه، وهي مصلحه مشتركه. فهل النهارده عدم، يعني عايزك توضح بقى للناس عدم ظهور طاهر، محمد طاهر نجم النادي الاهلي في برنامج الهدف النهارده؟ لا والله احنا طبعا يعني انت بتقول برنامج الهدف والمتحده وقنوات قلنا طبعا قنوات محترمه، واحنا طبعا يعني اكيد بنكن لها بكل احترام وكل ود، واحنا يعني اللعيبه كانت موجوده واعضاء مجلس اداره كانوا موجودين لفتره، طبعا كانت يعني احنا كان في عندنا فتره اجازه، وكانت اللعيبه من حق اللعيبه انها تحتفل مع جمهور النادي الاهلي، مع القنوات المصرية الداعمة دايما للنادي وداعمة دايما للرياضة المصرية، فكان في فترة بنحتفل مع الناس، وكانت في فترة أجازة، لما دلوقتي خلاص احنا رجعنا تاني للتمرينات والاستعداد طبعا لبطولة الدوري، فأكيد يعني احنا خلاص انا خدت قرار ان احنا خلاص كفاية كده احتفالات وتركيز، واللعيبه تبتدي تركز بقى في التمرين، وفي عندنا مباراه صعبه جدا وعندنا تجهيز بشكل قوي جدا، فكان القرار ان احنا خلاص نكتفي بهذا القدر من الاحتفالات بعد عوده التمرين. يعني المفروض الفتره بتاعه اللي انتوا كنتوا سامحين بيها للعيبه ان هي تعمل لقاءات وتكون فيها اجازه، المفروض كانت تطول عن كده يا كابتن خالد، ولكن انت اصدرت قرار بان خلاص يتم وقف هذه الفتره ويتم وقف ظهور اللاعبين في البرامج. هل هذا القرار اللي طلع من كابتن خالد بيبو مدير الكوره بنادي الاهلي على خلفيه بعض التصريحات اللي طلعت من بعض اللاعبين في الايام الماضيه؟ اكيد طبعا، يعني بما لا شك طبعا، ان طبعا ده ساعدنا في ان احنا ناخد القرار سريعا، ان احنا طبعا يعني خلاص الموضوع ان احنا كان موضوع يعني ان اللعيبه تحتفل مع جمهورها، فطبعا يعني الفتره كانت المفروض انها تبقى اطول من كده شويه، بس طبعا الاحداث طبعا كانت متلاحقه على طول، واحنا رجعنا التمرين وطبعا بعض التصاريح اللي هي ما كانتش التصريحات اللي هي ما كانتش، يعني كنت حابب ان احنا الجمهور النادي الاهلي يبقى دايما
يعني بيحاول ان هو يفرح وينبسط مع لعيبه النادي الاهلي، انما احداث الاخيره دي خلت الواحد لا ان احنا كفايه كده ونقفل على نفسنا ونبتدي نخش في، لان ابتدى يبقى فيه جدل وتصريحات طبعا بتتأول وبتكبر وبتاخد مدى اكبر من المدى بتاعها، واحنا المفروض ان الموضوع ان احنا كان الهدف من ظهور لعيبه النادي الاهلي ان هم يحتفلوا مع الجمهور، مش ان هم يخشوا في مشاده وان هم يخشوا في تصريح وتبتدي تتأول ونبتدي تبقى ماده لاسابيع قادمه. عندنا مهمه صعبه جدا، بطوله الدوري طبعا خلصنا بطوله افريقيا، عندنا بطوله الدوري، فانا محتاج ان الامور تبقى اهدى من كده بشويه واللعيبه تبقى مركزه في التمرين وفي المباريات القادمه، مش عايز تبقى اللعيبه دايما طول الوقت في محل انتخابات، او ان احنا نبقى نبتدي هم يبقوا ماده اعلاميه لكل الناس ان هي تبتدي تتكلم عنها يعني. فكانت قرار ان اللعيبه خلاص تبتدي تركز في التدريبات والمباريات القادمه ان شاء الله. في نفس السياق كابتن خالد، لانك الموضوع ده حصل فيه لغط كتير وناس كده اتكلمت فيه واحنا بنحب دايما ناخد الكلام الدقيق الرسمي، هل تم توقيع عقوبه على محمد مجدي قفشه بعد تصريحاته الاخيره؟ احنا النادي الاهلي بيحكمنا دايما القواعد واللوائح والقوانين، هي دي هي ده دايما اللي احنا بنتحرك فيه وما فيش اي حاجه اكتر من كده، القواعد والقوانين بما يخدم مصلحه النادي ومصلحه الفريق يعني. تمام. فاكيد اي حد بيخطا مش بسمي اسماء، اي حد في اي وقت من الاوقات اللي بيحكمنا هو القواعد اللي بيننا واللوائح اللي بيننا، وهي دي هي اللي بتحكمنا، هل هو اي لعيب تخطى هذه اللوائح او القوانين فبنتعامل معاه على طول. ما فيش تهريج في اللوائح، ما فيش تهريج في القواعد اللي احنا بنحطها لينا كلنا. تمام. لعيب اي حد في المنظومه ممكن يخطا، احنا بشر مش ملائكه يعني، طول الوقت مش معرضين ان احنا طول الوقت مش هنخطا، لا هنخطا. وكل واحد فينا بني ادم وليه احاسيس وليه مشاعر، وممكن يبقى في اي وقت من الاوقات ينفعل يغضب يثور اي حاجه تخليه يقوم باي تصرف، فاحنا بنتعامل معاه على طول بكل هدوء يعني، مش شرط ان انا يعني عملياته احنا مش خناقه يعني، هي الفكره صحيح. كلها ان يعني كل واحد من حقه ان هو يعبر عن مشاعره بس في حدود المسموح بيه، اي طبعا. حاجه فوق المسموح بيه احنا بنتعامل عليها بشكل سريع وقوي وهادي في نفس الوقت. توضيحا برضه في الجزئيه دي كابتن خالد، الاخبار اللي جات لنا النهارده انه قفشه قدم اعتذار لزملائه وللجهاز الفني ولمدير الكوره ومستر كولر، ويعني نزل التدريبات عادي مع الفريق النهارده، الكلام ده مظبوط؟ قفشه في الموجود في التمرين، مفيش اي حاجه يعني، مش عايزين نكبر المواضيع، عشان النهارده نزل التمرين واتمرن مع الفريق وعمل تمرين كويسه جدا. تمام. وبنتمنى له هو وزمايله الفتره الجايه التوفيق ان شاء الله. الفتره القادمه كابتن خالد، انت لسه كنت بتقول ان النادي الاهلي بنجاح توجب ببطوله افريقيا الموسم الثاني على التوالي، الفتره القادمه بطوله الدوري لقاءات كتيره متاجله، لقاءات مضغوطه، ازاي هتتعاملوا مع ضغط اللقاءات دي؟ عشان كده احنا بقول لك احنا عندنا الامور في الفتره القادمه فتره طبعا صعبه جدا. جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته تعود على ان طول الوقت ان انت مكسب على طول، بطوله خلصت هي انتهت بالنسبه لنا، بطوله قادمه احنا بقى بنفكر فيها وبنركز فيها بشكل قوي جدا، ما عندناش اعذار، ما عندناش اي حاجه تقول ان احنا خدنا بطوله فالبطوله اللي وراها الدنيا تبقى اهدى يعني، لا لا ده احنا بناخد بطوله الدنيا والبطوله اللي وراها تبقى الدنيا الضغوط بتزيد اكتر واشرس واحنا جاهزين للكلام ده كله، وبنحاول ان احنا طبعا بقدر الامكان نجهز كل اللعيبه. انت عندك اللعيبه بتاعتك دلوقتي كلها مش موجودين، انت عندك 22 لعيب مش موجودين معاك في التمرين. ايوه. انت متخيل يعني؟ متخيل يعني رقم كبير جدا الناس بتبقى شايفاه يعني، عندك لعيبه مش موجودين، لا انت عندك 22 لعيب
مش موجودين في المنتخبات، فده طبعا رقم كبير. ما تهيأليش ان كل الفرق عندها نفس عدد اللعيبه، فهم بيجهزوا بشكل مختلف، وعنده لعيبته كلها موجودين، خسران واحد او اثنين او ثلاثه بالكتير قوي، فطبعا ما عندوش مشاكل ان هو يقدر يعمل شغله ويقدر يجهز نفسه بشكل كويس جدا. انما انت ترجع على طول من المنتخب تخش في المباريات، لعيبه بقالك فتره طويله قوي مش موجودين معاك، على ما تبتدي تدخلهم وانت مش عارف هم يعني احمالهم كانت واصله فين. وانا حاولت بقدر الامكان ان احنا يعني نتواصل مع كابتن حسام طول الوقت، وهو بصراحه يعني بيتواصل معايا بشكل كويس جدا، عشان نقدر الفتره بعد ما يرجع اللعيبه ازاي يقدروا يخشوا على طول على كميه المباريات الكبيره اللي هتبقى النادي الاهلي فيها. فطبعا انت التجهيز كله صعب جدا، لان زي ما بقول لك انت عندك اللعيبه كلها بتاعتك مش موجودين يعني. الفترة القادمة مع ضغط المباريات دي للأسف برضو الدوري عندنا مستمر، فلضم فيها فترة الانتقالات بموسم جديد وقرب، هيكون الناس قربت تبتدي مواسمها بره، فالحديث كتير يا كابتن خالد على العقود او على اللعيبه اللي بتنتهي عقودهم، زي مثلا السوليه، زي محمد هاني، زي علي معلول. هل في اي جديد حوالين الاسماء دي او غيرها من اللعيبه اللي عقودهم بتنتهي؟ طبيعي جدا، احنا في فتره انتقالات دي موجوده في النادي الاهلي وفي العالم كله، اي فتره انتقالات بتبقى في كلام وفي مفاوضات، ودي لعيبه انت بتقول اسماء كبيره مش اسماء صغيره، ادت في النادي الاهلي بشكل قوي جدا وليهم تاريخ جوه النادي، فاكيد انت حريص جدا في الفتره دي ان انت تتكلم معاهم وتوصل معاهم لحلول تناسب النادي وتناسبهم، وان شاء الله اللي فيه الخير طبعا هيقدمه ربنا زي ما بيقولوا. احنا يعني بنجهز نفسنا بشكل كويس، وفي الملف ده طبعا شغالين عليه بشكل قوي جدا، واول ما تخلص اي حاجه من الملف ده اكيد احنا اول ناس هنتكلم فيه، واول واحد انا هبلغ الناس احنا وصلنا لايه مع اللعيبه يعني. بالنسبه لعلي معلول، عايزين نطمن الناس بقى عليه، يعني قدامه قد ايه ان شاء الله، المرحله العلاجيه اللي هو فيها دلوقتي ايه، وايه هو القادم بالنسبه له؟ معلي طبعا كان بقاله فترة طبعا بعد العملية كان موجود بيعمل شغل في البيت، طبعا ابتدى النهاردة يبتدي يجي النادي يشتغل على بقية العضلات، ومعمل له برنامج كويس جدا مع الدكتور أحمد جاب الله ومجموعة العلاج الطبيعي اللي عندنا ومجموعة التأهيل. إن شاء الله هو محطوط له بلان كويس قوي، وهو بصراحة يعني ماشي عليه بشكل كويس، وطبعا مش هقدر اديك فترات، لان زي ما قلنا احنا كل لعيب حسب الاستجابة، كل لعيب طبعا والاستعداد للعودة بيبقى مختلفة، انما طبعا ان شاء الله علي من اللعيبة المميزين والمؤثرين معانا جدا، نتمنى ان هو يكون في اقرب فرصة موجود معانا يعني. فيما يخص يعني منتخب مصر كابتن خالد، بكرة عندنا لقاء مهم جدا، تصفيات أفريقيا المؤهلة كأس العالم، رؤيتك إيه للقاء؟ رسالتك إيه للعيبة؟ نصيحتك إيه للعيبة مصر في لقاء الغد بإذن الله؟ طبعا أتمنى طبعا فوز منتخب مصر، وأتمنى التوفيق للكابتن حسام وجهازه الفني، طبعا يعني انت عارف ان لعيبه النادي الاهلي كلها ما هو موجوده طبعا صحيح في منتخب مصر، انت عندك معاك تقريبا اكبر نادي عنده لعيبه موجوده في المنتخب حاليا. اتمنى لهم التوفيق، واتمنى يعني الكره المصريه كلها يعني تاخد خطوه طبعا ايجابيه في الفتره القادمه. احنا عندنا مجموعه لعيبه مميزين جدا ومختلفين، يعني لما تيجي تقيس اللعيب المصري بأي لعيب هو لعيب مختلف، عنده شخصيته المختلفة، عندنا مجموعة لعيبة مميزين جدا. وطبعا أنا ما كنتش حابب موضوع محمد صلاح إن هو يطول ويتاخد في أحداث كتيرة ويتاخد في كلام كتير، محمد نجم كبير وإحنا كلنا مبسوطين إن هو يعني موجود طبعا في منتخب مصر، وبنسعد طول الوقت إن هو يبقى يحقق نجاحات بره، لان ده بيدي امل لكل لعيبه مصر ان في امل ان انا ممكن ان انا احقق الارقام واكسر الارقام في اي دوري في العالم، بيلعب في اقوى دوري في العالم وما شاء الله لفتره طويله محافظ على مستواه ومحافظ على ارقامه ويكسرها، فدي حاجه بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا تدينا الامل وتدي الامل لكل لعيبه مصر
ان في فرصه لو انت استغلتها ولو انت حافظت على اهم حاجه في لعيب الكوره في مقاومات نجاح. صحيح، حافظت على مقاومات النجاح تقدر ان انت تحقق ارقام، لان انت اللاعب المصري عنده ميزات، بس مشكلتنا دايما احنا بنيجي عند مقاومات النجاح وما بنحافظ فيه كتاب كيف تصبح كيف تكون نجم. لازم تقرا الكتاب ده كويس جدا، ولازم تحفظ كل بنوده عشان تقدر تبقى نجم زي محمد صلاح يعني. انما الناس كلها بتشوف محمد صلاح في اخر مرحله. صحيح، محمد صلاح خد مراحل كتير جدا 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 عشان يبقى محمد صلاح. ما تبصش على اخر مرحله بالنسبه له وتبقى عايز تعملها وتبقى عشان تبقى نجم، بص على المراحل كلها. ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف لعيبه كتير قوي زي محمد صلاح، ونبتدي نشوف ان بدل ما كابتن حسام يبقى بيتكلم على 3 أو 4 لعيبة أو 5 لعيبة في المنتخب، لا، نتمنى ان احنا نشوف لعيبه كتيره محترفين يعني في المنتخب، نشوف لعيبه كتيره من مصر، من الدوري المصري بيحترف في الدوريات الكبيره، لان ده حاجه بتبقى محترمه جدا، واللاعب المصري يستحق هذا. صحيح، يستحق هذا ان هو يكون في دوريات كبيره، بس لازم يحفظ الكتاب بيقول ايه عشان يقدر ان هو يوصل للمكانه دي. بمناسبه اللعيبه المحترفين وان هم يعني او اللعيبه المصريين وان هم يحترفوا في اوروبا، بيبو الصغير هيبقى موجود في سويسرا قريب ان شاء الله؟ لا، هو موجود من السنه اللي فاتت يعني. الحمد لله راح شهر واحد ادى معاهم يعني. تم تجديد الاعاره معاه؟ تم تجديد الاعاره، وان شاء الله هو في اجازه دلوقتي هنا في مصر. ان شاء الله يعني على 16/6 ان شاء الله يرجع تاني، يبقى معاهم فتره اعداد وموسم، يبقى بالنسبه له قوي جدا. بعد انت عن الاعلام خالص يا كابتن خالد. والله ما كفايه اللي انا بشوفه. انا مش ناقص. كفايه اللي انا فيه طبعا يعني. لا طب بص يا كابتن خالد، في الحته دي يعني انا عايز ارفع عنك انت الحرج، خلينا انا اللي اقول الكلام ده، لان انا ياما قلته هنا واتكلمت عنه. انت من الشخصيات المحترمه جدا، الجميله جدا، العاشقه للاهلي، اللي بتحاول تبذل قصارى جهدها زي ما بنقول، وتشتغل بايديها واسنانها عشان تنجح المكان اللي هي موجوده فيه، وتبذل مجهود مضاعف عشان تثبت نفسها في المكان اللي هي بقت موجوده فيه دلوقتي كمدير للكوره، وتاريخك جوه النادي الاهلي القاسي والداني يعرفه. واتكلمت كتير ودافعت كتير عن كابتن خالد بيبو، لانه في فتره من الفترات كان الموضوع فيه شكل من اشكال التربص، انه اي هفوه تحصل، لو الاهلي تعادل، لو لعيب اخد ركن صف تاني واخد مخالفه مرور، فيبقى السبب خالد بيبو. والله فيبقى السبب خالد بيبو، على الرغم من ان خالد بيبو مع الجهاز الحالي حققوا نجاحات وكسبانين دوري ابطال افريقيا ومن قبلها كاس، يعني في بطولات كتير، والاهلي اي حد بيعدي فيه وبيبقى موجود فيه بيكسب بطولات، ولكن دائما وابدا كان مع اي ربع اخفاق ثمن اخفاق تلاقي فيه ترصد وتربص بخالد بيبو، وده كان فيه عدم انصاف وعدم موضوعيه بشكل كبير جدا. انا عارف يا كابتن خالد انت ما تقدرش تقول الكلام ده على لسانك، بس انا بقوله لان احنا متابعين وشايفين ان انت بتتعرض لكم ضغوط غير طبيعيه الفتره اللي فاتت. هل انت بتحس ان في بعض، مش هقول لك ادي خفيه بقى، ولا يعني بتحس ان في بشكل مشكل القصد في تشويه العلاقه اللي بينك وبين كولر، او ان العلاقه دي تبقى سيئه، او ان خالد بيبو يعني يبقى دايما عليه علامات استفهام هو بعيد عنها تماما؟ في الاخر انت ما بتنزلش تلعب، هي منظومه كامله من اداره لجمهور للعيبه لجهاز فني لمدير كوره لعمال غرف خلع ملابس، هي منظومه كامله، ما هوش واحد اللي بينجح ولا واحد بس اللي بيخفق يعني. والله بص، هو طبعا يعني انا مش عايز ارجع للمواضيع دي، لان معنى ان انا اقعد كل شويه ارجع لها معنى كده ان انا هي مأثره عليا خالص. انا راجل عارف شغلي وعارف امكانياتي وعارف وعندي ثقه في نفسي، والحمد لله رب العالمين يعني احنا محققين نجاحات قويه جدا الموسم ده، ومحققين ارقام كمان كويسه جدا، ولسه ان شاء الله هنحقق اكتر من كده. يعني انا يعني كل واحد طبعا من حقه ان هو يتكلم ويقول رايه، وكل واحد يعني يشوف الـ 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 اللي هو محتاج ان هو يشوفه، لان
في ناس بتبقى شايفه حاجات، يعني انا ما اعرفش هم بيشوفوا الموضوع ازاي. طبعا لا، مريت طبعا بفتره كانت صعبه جدا، انما الحمد لله رب العالمين، توفيق من ربنا، عدينا المرحله دي. وانا يعني انا مش من الناس اللي بتتاثر بالكلام، لان انا ثقتي في نفسي ما عمرها ما اتهزت ولا عمرها هتتهز. وطبعا كان هدف من الكلام ده ان انت ثقتك تتهز، ان انت دايما بتصدر يعني بتصدر صوره سلبيه عن المكان. انما الاول والاخر زي ما بقول لك، انا لا بتاثر بالكلام ده ولا الكلام ده يعني يهز مني شعره. اللي لعب جوه النادي الاهلي ولعب تحت يعني تحت رايه النادي الاهلي مع الجمهور، ده لا يمكن يتاثر باي كلام او اي هجوم. اصعب لحظه عدت عليك في دوري ابطال افريقيا يا كابتن خالد؟ والحكم بيصفر. خلاص. والحكم بيصفر طبعا. طبعا كانت لحظه بالنسبه لي مهمه جدا، بطوله مهمه جدا، الولاد تعبوا وعملوا مجهود كبير جدا 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 جدا. موسم يعني لغايه دلوقتي هو صعب، كميه مباريات رهيبه، ما تهيأليش ان في حد لعب كميه المباريات اللي احنا لعبناها، كميه السفر، اختلاف البطولات، لا حاجات كتيرة جدا كانت بالنسبة لنا مهمة. فكانت بطولة أفريقيا بالنسبة لنا مهمة جدا، بس الأهم لغاية دلوقتي هو بطولة الدوري. هنركز فيه إن شاء الله، ناخد بطولة الدوري السنة، لأن بطولة الدوري هي أهم حاجة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. أيوة. فهنحارب عليها، وعندنا مشوار طويل، محتاجين هدوء بشكل قوي جدا. يعني بشكرك طبعا على كل حاجة، وانا عارف ان انت من الناس المثقفين جدا اللي دايما على الحياد وطول الوقت داعم بشكل قوي، وبشكرك طبعا. العفو يا كابتن خالد، ده حقك، ده حقك علينا. يعني انت من النجوم الكبيره والشخصيات المحترمه، وباذن الله القادم ليك يكون افضل وافضل، ويبقى فيه مزيد من النجاحات ومزيد من البطولات يا رب. بس انا عايز اطمن الناس ان احنا برضو للمره مليون، احنا اللي بيحكمنا كلنا قواعد ولوائح بتنفذ على الصغير وعلى الكبير، وعلى الكبير بتبقى قبل الصغير. مفيش اي اختراقات زي ما الناس عايزه تصور، والناس ان كل شويه كل مشكله ولو صغيره يقول لك اصل مفيش سيطره في اوضه اللبس، مفيش الكلام ده كله. النادي الاهلي طول عمره قوي بلعبته بجهازه الفني والاداري والطبي ومجلس اداره وجمهوره، ودايما جمهور النادي الاهلي هو نمره واحد، هو اللي بيتصدى لكل المحاولات دي. يعني خالد بيبو ده واحد من منظومه النادي الاهلي دلوقتي، مش ممكن جمهور الاهلي هيسمح لان حد يهز اسم او اي واحد شغال في منظومه النادي الاهلي. هو دايما اللي بيدافع عنك، وهو دايما اللي بيقويك، وهو دايما اللي بيخلي دايما تشتغل بمنتهى القوه ومنتهى الحزم بدون ما تفكر في اي تفاصيل اذا كانت هي صغيره. انما احنا اتمنى التوفيق في الفتره القادمه، عندنا توقيتات صعبه جدا 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 جدا، فمحتاجين تركيز، محتاجين هدوء حوالين الفرقه. طبعا في دوشه كتير جدا برانا، يعني اي حد بيتمنى ان هو يبقى عنده خبر عن النادي الاهلي، عنده اي حاجه عن النادي الاهلي، عشان يبقى دايما عنده احداث. فاحنا دوري ان انا اهدي الاخبار، اهدي الاحداث جوه النادي، اهدي احداث جوه الفرقه، عشان الناس تفضل تركز وتقدر تعمل شغلها. صحيح، موفق دايما يا كابتن خالد، وباذن الله القادم مزيد من التوفيق، مزيد من النجاحات، مزيد من البطولات بمشيئه الله. شكرا. كل الشكر، كل الشكر مدير الكره بنادي الاهلي كابتن خالد بيبو. تعالوا نروح للاخبار واهم العناوين. عودة جنش، أزمة القيد، خطة الميركاتو، مفاجأة بيضاء، وحسابات معقدة. بعد فترة ليست بالقصيرة يعود إلينا ملك الحصريات الأستاذ محمد البنهاوي. أستاذ محمد منور الدنيا. ده نورك كابتن إبراهيم، أهلا بيك إيه؟ ومشاهدينك، وبحييك على والله سلسلة الحوارات الفترة اللي فاتت. يعني ربنا يعزك ويحفظك. وحشتنا والله. الله يخليك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. بدايتنا مع عوده جنش، كلام كتير اتقال الفتره اللي فاتت ان جنش يقترب من العوده الى نادي الزمالك، ما حقيقه هذه الاخبار؟ الزمالك بعد الكونفدراليه ما خلصت طبعا، انا كنت قايل لحضرتك ان هيبداوا في ملف التجديدات، لان طبعا في لعيبه خلاص من حقها من يناير اللي فات انها تجدد، انها تمضي لاي نادي.
طبعا اهم ملف كان شاغل مجلس الاداره والجهاز الفني هو ملف حراس المرمى، لان انت عندك الحارسين الاساسي والاحتياطي عقدهم يعتبر منتهي بنهايه الموسم الحالي، فمن حقهم ان هم يوقعوا، وهم شايفين او في قناعه تامه في مجلس الاداره ان اهتزاز مستوى الحارسين بشكل كبير ده راجع لانهم مش مركزين وفي تشويش شويه بمساله التجديد. يمكن لو قلنا ان جوميز الملف بتاع التجديدات كله في ايد جوميز، اقول لك ان طبعا بنسبه 100% طبعا كلنا عارفين ان محمود علاء ورؤى خارج نادي الزمالك الموسم القادم، اوباما مصيره في ايد جوميز، جوميز حسم مصير الحارسين. يمكن جوميز قال لمجلس الاداره ان انا عايز ملف التجديد للحارسين ينتهي في اقرب وقت. في جلسات تمت بين اعضاء مجلس الاداره وبين محمد صبحي ومحمد عواد. اولا مبدئيا مجلس الاداره شايف ان انا من الافضل لي ان انا اوقع لصبحي وعواد. ليه؟ لان اولا مفيش حراس مميزين قوي، ده وده كلام قالوا لي مجلس الاداره، ظاهرين بشكل كبير في الدوري ان انت تقدر تقول ان ده حارس مرمى نادي الزمالك، وبالتالي هم شايفين ان مستوى الحارسين الموجودين افضل ان لم يكن على نفس المستوى، فبالتالي ان انا ابقي على الحارسين الموجودين افضل من ان انا اروح افاوض نادي من الانديه ان انا اضم لعيب تاني فهدفع للنادي مبلغ كبير، بجانب طبعا ان انا لسه هتفاوض على عقد الحارس اللي جاي جديد، فبالتالي دي تكلفه كبيره لخزينه مجلس اداره نادي الزمالك. مجلس الاداره زي ما قلنا مرحب بالتجديد للاثنين، طب الاثنين مرحبين بالتجديد لنادي الزمالك، المشكله كلها في التفاوض المادي، المسائل قربت بشكل كبير جدا. طب جنش ويمكن في كلام كتير جدا انتشر الفتره اللي فاتت، انا بقول لك ان جنش في لعيبه من نادي الزمالك عايزه ترجع جنش الزمالك، يمكن جنش موسط لعيبه وعلى راسهم شيكابالا ان هو عايز يختم حياته في نادي الزمالك، في موافقه من نادي فيوتشر ان هو يسمح لجنش ان هو يتواجد في نادي الزمالك الفتره اللي جايه، لكن الموضوع هيرجع لجوميز. جوميز شايف، انا من وجهه نظري شايف ان الموضوع صعب شويه. ليه؟ جنش طبعا ما كانش احسن حاجه في مباراته في مباراه الزمالك وفيوتشر اللي فاتت وما بيلعبش بعديها، فبالتالي جوميز مش عينه على جنش في الفتره اللي جايه، جنش مش موجود بشكل كبير، فده يمكن انا بقول لك انه بيبعد جنش، رغم ان في محاولات من بعض اللعيبه الموجودين على راسهم شيكابالا ان هم يقربوا لوجهات النظر، لكن جنش بعد شويه لان جوميز انا بقول لك الموضوع في ايد جوميز، وجوميز لحد دلوقتي ما عندوش قناعه تامه لما الموضوع اتعرض عليه. ماشي، نروح الى ازمه القيد. ايه اخر اخبار ازمه القيد يا استاذ محمد؟ ازمه القيد يمكن انا كلمت اكتر من عضو مجلس اداره في موضوع القيد، وقالوا لي ان يعني طمن جمهور نادي الزمالك ان بنسبه 100% ازمه القيد هتنتهي بنهايه الموسم. يعني ده قولا واحدا. تنتهي ازاي؟ هي دي التفاصيل اللي ممكن هم حتى قالوا لي ممكن ما تهمش جمهور الزمالك قوي. جمهور الزمالك في النهايه عايز صفقات، عايز الزمالك يكون بالنسبه له متاح ان هو يضم صفقات جديده في الفتره اللي جايه. طيب في اتصالات وفي مفاوضات تمت في الفتره اللي فاتت بين الاستاذ عمرو ادم وبين محامي خالد بوطيب بشكل كبير جدا، ويمكن في انفراجه في الموضوع ده ان المحامي طلب عرض من نادي الزمالك، وده يمكن حاجه جديده. يعني كان الاول الموضوع مقفول قبل الحكم الاخير، كان خالد بوطيب حتى ما بيردش على الاتصالات، لكن المحامي بتاع خالد بوطيب طلب عرض من نادي الزمالك. نادي الزمالك بصدد انه يجهز عرض ويبعته للمحامي. العرض ده هيكون حصول خالد بوطيب على دفعه اولى 1,000,000 يورو وتقسيط ثلاث اقساط الباقي المبلغ، عارفين المبلغ كله 2,400,000 يورو. العرض ده هيتبعت لخالد بوطيب وهيمتظر نادي الزمالك رد خالد بوطيب. لو خالد بوطيب رد هيتم ارسال المبلغ وهيتم ابلاغ الفيفا من قبل محامي اللاعب ان تم التسويه بين الزمالك وبين خالد بوطيب، وبالتالي ايقاف القيد او مشكله القيد تنتهي لنادي الزمالك، لان طبعا عارفين مشكله رؤيه جواش بسيطه $38,000 وهيتدفعوا. طيب واحد هيسال، طب انت دلوقتي بتقول ان المشكله حتى لو خالد بوطيب ما وافقش نادي الزمالك عامل حسابه ان هو هيدفع الفلوس، وده اتكرر في مشكله سبورتنج لشبونه. انا افتكر كان في شوط طويل جدا من المفاوضات وفي الاخر الزمالك دفع الفلوس. طب واحد يقول لي طب ما الزمالك لو كده كده معاه الفلوس سواء في سبورتنج لشبونه او دلوقتي، طب ما يدفع المبلغ على بعض. اقول لك ده يمكن ده بيبقى مرتبط بامور تانية كتيره جدا، كويس ان احنا نوضحها للناس. الموضوع مش موضوع ان انا ادفع الغرامه كامله بتاعت خالد بوطيب، لان ده بيأثر عليا في حاجات تانية كتير. يعني نادي الزمالك بيبقى عارف انه في الميركاتو القادم مثلا عنده مبلغ معين، المبلغ ده او اللي هيقدر يدبره بجانب الموجود معاه، انا مش من مصلحتي ان انا ادفع 80-90% من المبلغ ده في ايقاف القيد بس، لان ده هيأثر عليا في الصفقات الموجوده بعد كده. وده السبب الرئيسي ان نادي الزمالك حتى في موضوع سبورتنج لشبونه بدا الموضوع بمفاوضات، ودلوقتي في موضوع خالد بوطيب برده عنده مفاوضات مع خالد بوطيب، يتمنى انها تتم بشكل كويس جدا الفتره اللي جايه ويتم الاتفاق، لان ده هيساهم في ان يكون في فلوس اكتر متوفره مع نادي الزمالك، لان الزمالك عايز يخش ميركاتو قوي الفتره اللي جايه. ده ياخدنا بقى العنوان اللي بعد كده يا استاذ محمد، خطه الميركاتو. الزمالك بيدرس الميركاتو او مخطط للميركاتو
القادم ازاي؟ يمكن زي ما قلنا مشكله ايقاف القيد في طريقها للحل، فبالتالي الزمالك بيفكر بشكل كبير جدا ان هو في الفتره اللي جايه يكون فريق قوي، الفريق ده قادر ان هو ياخد بطولات او ان هو يضمن على الاقل المشاركه في دوري ابطال كل سنه، لان ده بيديله حتى تصنيف ان هو يشارك في بطولات اكبر من ضمنها كاس العالم للانديه. فانا هقول لك بالمراكز كده الخطه اللي طبعا مبدئيا جوميز مستمر مع نادي الزمالك، ده قولا واحدا بصرف النظر عن النتائج القادمه. مجلس الزمالك شايف ان جوميز فاز بالكونفدراليه في ظروف صعبه جدا، في اصابات، في ايقافات، في لعيبه مش متأيده، فبالتالي في قرار نهائي ان جوميز يكون موجود في الموسم القادم، وبالتالي جوميز هو اللي هيحدد احتياجات الفريق في الفتره اللي جايه. لكن ده ما يمنعش، وده اتقال لي من مجلس الاداره نصا، ان احنا نعرض عليه ان احنا قدامنا مثلا لاعب مميز موجود في احد الدوريات وسعره كويس احنا اتفقنا معاه. فبالتالي انا بقول لك ان مجلس الزمالك محضر قائمه بتدعيمات في جميع المراكز وهيعرضها على جوميز. احنا طبعا اتكلمنا على حراسه المرمى بشكل كبير جدا، مركز الباك رايت هيكون فيه طبعا احمد محمود المعار للجونه هيرجع لنادي الزمالك، ده قولا واحدا. تمام. وفي يمكن قلبين الدفاع احنا بنقول محمود الونش راجع بشكل كبير، وانا عايز اقول بس ان محمود الونش لسه قدامه شهر ونص، الناس شافت محمود الونش في التمرينات فمتخيل انه هيلعب الماتش الجاي، لا محمود الونش لسه قدامه يمكن شهر ونص عشان يرجع يشارك في التدريبات. يمكن في محمود الونش وحسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي موجودين بشكل كبير. عايز اقول لك ان زين الدين بالعيد الزمالك ما دخلش في الصفقه على عكس ما وسائل اعلام كتيره بتقول ان الزمالك داخل يغالي على الاهلي. انا سالت في الموضوع ده، الزمالك خارج صفقه زين الدين بالعيد تماما، الزمالك مركز مع كالوشا مدافع انبي ان هو يجيبه في الفتره اللي جايه، في مفاوضات تمت مع اللاعب، اللاعب مرحب وموافق لكن لسه المفاوضات ما تمتش معنا دي. يمكن الباك ليفت مع احمد فتوح يمكن نجوين هو لاعب دلوقتي فري ومعروض على الزمالك والزمالك مرحب بشكل كبير جدا، هو لاعب عنده هيستوري قوي جدا، كان موجود على فكره في قائمه منتخب الكاميرون اللي خدت من مصر كاس الامم الافريقيه في 2017، فهو حتى لاعب دولي وعنده تاريخ كبير جدا. الجناح الشمال فيه يمكن يسري وحيد، في مفاوضات او في خناقه هتتم في الفتره اللي جايه بين الاهلي والزمالك لضم يسري وحيد، مصطفى فتحي مرحب بشكل كبير جدا ان هو يكون موجود في الزمالك في الفتره اللي جايه، اشرف بن شرقي عايزين نقف قدامه شويه، يمكن في ناس كتيره بتقول ان اشرف بن شرقي تواجد في القاهره وبيتفاوض، لو اشرف بن شرقي مش في القاهره لكن في مفاوضات قويه جدا مع نادي الزمالك لضم اشرف بن شرقي، والراجل مرحب، كان عنده عرض سعودي، العرض السعودي ده ما تمش، وبالتالي اشرف بن شرقي متاح لنادي الزمالك، وفي دعم للصفقه من بعض المحبين. المهاجمين يمكن هو دي المشكلة الرئيسية لنادي الزمالك لأنه عنده عجز كبير في المركز ده، حسام أشرف بنسبة 100% تم إبلاغه أنه هو هيكون موجود في الفترة اللي جاية، أحمد ياسر ريان مستني رأي جوميز انه يكون موجود، في كريم البركاوي مهاجم مغربي محترف في الدوري السعودي ده معروض على الزمالك، هم شايفين ان هو مهاجم جيد جدا. دي يمكن ملامح الميركاتو بتاع نادي الزمالك اللي مجلس الاداره شايفه واللي لجنه الكره او اللي اداره الكره شايفاه وهيتعرض على جوميز في الفتره اللي جايه. نروح الى المفاجاه البيضاء، يمكن بنبارك للنادي الاهلي طبعا ان هو امبارح افتتاح مشروع القرن، وعايز اقول بس في الحته دي ان الاهلي يكون بيمتلك منشاه رياضيه او الزمالك يكون بيمتلك منشاه رياضيه، ده المفروض يسعد كل الناس لان ده بيضيف للاصول الموجوده في مصر، الاصول الرياضيه الموجوده في مصر. تمام. التنافس بين الاهلي والزمالك ده في البطولات ده انت تاخد دوري ناخد سوبر يعني في البطولات، لكن كمنشاه رياضيه ده بيزود الاصول الموجوده. تمام. في مصر، وبالتالي الاهلي طبعا بنبارك له على المؤتمر اللي اتعمل امبارح. طب هل الزمالك ساكت؟ يعني هل الزمالك بيفكر في ظل الظروف والمشاكل والازمات وازمات الماليه الموجوده؟ انا بقول لك لا، يمكن حتى احنا معانا صور ناس الزمالك او مجلس الاداره من اليوم الاول ليه في نادي اللي انتخب فيه وهو بيسعى انه اولا يبني فرع اكتوبر، ثانيا انه يمتلك فرع ثالث. ويمكن انا بقول لك ان في الاسبوع الاول لنجاح مجلس الاداره كان في زياره موجوده من مندوب من وزاره الاسكان مع مجلس اداره نادي الزمالك، وتم عرض يعني المفاجاه دي فرع ثالث. المفاجاه دي فرع ثالث، وعايز اقول لك ان يمكن الاجتماع ده تم ويمكن اتعرض على نادي الزمالك فرعين في مدن جديده، لكن في يمكن المفاجاه ان خلال الشهر اللي فات
تمت زياره من الكابتن حسين لبيب شخصيا والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، راحوا لمكتب الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان وقعدوا معاه وطلبوا ان هم يكون لهم او يكون في تسهيلات ان هم يكون في فرع ثالث موجود لنادي الزمالك، ويمكن في فعلا تسهيلات من وزاره الاسكان، ودي مش عشان الزمالك، هو من مصلحه وزاره الاسكان في المدن الجديده ان يكون موجود اهلي، ان يكون موجود زمالك. ده في التجمع ولا فين؟ في عرضين للزمالك، واحد في التجمع وواحد في احد المدن الجديده الموجودين. نادي الزمالك بيدرس العرضين دول وهيتم الاختيار خلال الفتره اللي جايه، وهتكون مفاجاه جيده لنادي الزمالك. اخيرا وسريعا، ما هي الحسابات المعقده؟ الحسابات المعقده يمكن طلع الحاج عامر حسين من كام يوم وقال ان خلاص الموضوع اتحسم، اهلي بيراميدز موجودين في دوري الابطال، زمالك المصري في الكونفدراليه. انا يمكن كنت بتكلم مع احد المسؤولين الاداريين في الزمالك وقال له على الوضع الحالي، ما قالش اتحسم، على الوضع الحالي ان خلاص يعني الموضوع اقترب. كنت بتكلم مع احد المسؤولين الاداريين في نادي الزمالك فقال لي لا احنا عندنا فرصه، وعندنا فرصه موجوده. فيمكن الزمالك لو نستعرض كده سريعا، يمكن هو عنده 21 نقطه وباقي له 4 ماتشات في الدور الاولاني، فهو بالتالي يقدر يوصل ل 33 نقطه. بيراميدز عنده 32 نقطه وعنده ماتشين من الدور الاول باقيين، سموحه والاهلي، فبالتالي بيراميدز لو ما كسبش الماتشين او على الاقل تعادل ماتش منهم، فهو ده بتدي فرصه لنادي الزمالك انه يكون موجود في دوري الابطال الفتره الجايه. طبعا الاهلي خارج الحسابات لان الاهلي فاز بالبطوله وبالتالي هو حامل اللقب موجود. انا النهارده اتصلت بالحاج عامر حسين وقلت له ان في نادي الزمالك بيقولوا ان في فرصه، فقال لي فعلا الفرصه دي موجوده، لكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان لو الاتحاد الافريقي طلب حتى قبل نهايه الدور الاولاني هلجأ لنقطة معينة، وهي ان انا هستثني يعني مثلا الاهلي وبيراميدز هيلعبوا لسه منتصف الشهر الجاي، فده نهاية الدور الاولاني. قال لي طب افرض الاتحاد الافريقي اصر انه ياخد الاسامي دلوقتي، هشوف الاهلي وبيراميدز بيلعبوا في انهي اسبوع وهلغي نتائج الاسبوع كامل، ويمكن دي حاجة جديدة قال انا ما قلتهاش قبل كده، لكن ده عشان اطلع من الازمة. ماتش بيراميدز اللي جاي هيكون مع سموحة، لو بيراميدز كسب خلاص الاربع فرق اتحددوا بشكل نهائي. وعايز اقول لك ان المصري اتبلغ رسميا انه هيشترك رغم الازمة اللي كانت موجودة بين المصري وبيراميدز وانبي، لكن مصر تبلغ رسميا ان هو موجود في البطوله الكونفدراليه. استاذ محمد البنهاوي شرفتنا ونورتنا وامتعتنا كالمعتاد. شكرا جزيلا، كل الشكر ليك. شكرا. بعد الفاصل نجم الاسماعيلي الواعد عمر الساعي في الهدف، خليكم معنا. حلوه ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الهدف، على الهدف يا ساعي. الله الله مميز مميز مميز، الله الله جميل يا ساعي، الحرفان الرياكشن يا رب، هو ساعي الكريم. لف النجوم عمر الساعي 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 الساعي. دايما بنتكلم ان المواهب في العالم كله بشكل عام عماله تقل، وفي الملاعب المصريه والدوري المصري ما عندناش مواهب كتيره، ولكن انا بشوف ان هو واحد من اهم ان لم يكن اهم موهبه كرويه موجوده في الدوري المصري الممتاز حتى الان في الموسم الحالي. لعيب صغير في السن بس كبير في الشخصيه، طبعا لسه قدامه كتير ولسه ما عملش حاجه، بس كورته مختلفه، موهبته مختلفة. مشرفنا ومنورنا النهاردة عمر الساعي. يا عمر منور الدنيا. نورك يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ زي الفل الحمد لله. عايز اقول لك انا بستمتع بيك جدا جدا حبيبه. والله ما بقول لك كده مجاملة ولا عشان انت موجود، بس انت فعلا كورتك حلوة قوي، عندك موهبة مختلفة، واكتر حاجة بتعجبني فيك ان انت عندك شخصية في الملعب. يعني انا شفتك في الماتشات يعني مثلا قدام الاهلي في الماتشات الكبيرة بتلعب كورتك عادي، بتقف على الكورة، عندك شخصية. قول لي بقى، انا عايز اعرف الناس وتعرفني انا كمان، انت ابتديت فين وعندك كام سنه، انت اصلا منين؟ ادينا بقى شويه معلومات ونبذه شخصيه عن عمر الساعي. انا الحمد لله عندي 21 سنه. انا بدات في نادي الاسماعيلي وانا عندي 7 سنين. قعدت في النادي حوالي 3 سنين. رحت النادي الاهلي قعدت فيه برضو 3 سنين، اتمرنت مع مدربين محترمين جدا بس ما حصلش نصيب يعني، ما كملتش ورجعت النادي. ناشئين؟ لا مش ناشئين، هي يعني مدرسه الكوره. فرجعت النادي الاسماعيلي على 2016 كده. بدايه الناشئين بقى ساعتها. كملت بقى والحمد لله زي ما انا دلوقتي. قول لي الفتره اللي فاتت
وشغلك مع الكابتن ايهاب جلال في الاسماعيلي فرق معاك ازاي؟ ايه اهم ميزه موجوده عند كابتن ايهاب جلال ممكن تكون خلتنا كلنا نحط عينينا على عمر الساعي ويبقى باين بالشكل اللي هو باين بيه الفتره اللي فاتت؟ هو الكابتن ايهاب جلال معروف ان هو مدرب جريء جدا. هو الحمد لله اداني الثقه، واول ما جه كلمني قال لي ان انا هلاعبك وبتاع والحمد لله اداني الثقه وانا كنت قدها الحمد لله. الحمد لله يا رب. شايف ازاي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت عمر بالظروف اللي هو بيمر بيها بوضع الاسماعيلي في الدوري؟ الاسماعيلي الفتره اللي فاتت كانت هو كان في عدم توفيق كتير، واحنا ما كانش فيه توفيق، بس يعني هو احنا بنحاول وبنسعى ان احنا يعني نجيب مركز كويس بالمجموعه اللي موجوده دي، وان شاء الله هنسعى ونجيب مركز ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انت عارف الاسماعيلي ده واحد من الانديه اللي مش هتلاقي حد في مصر كلها مهما كان انتمائه غير لما بيحب كره الاسماعيلي. ايوه. انت بقى وانت موجود في اسماعيليه بتحس بده؟ يعني بتحس انه أنا أصلاً كره الاسماعيلي مختلفه؟ انا اصلا قبل ما العب كوره يعني وانا بلعب كوره في الناشئين كنت مشجع اصلا، يعني كنت بروح الاستاد اشجع النادي الاسماعيلي، والحمد لله قدرت ان انا ابقى موجود في الملعب بس. وحققت يعني الحلم ده. مين اللي كان دايما بالنسبه لك يعني اللعيب اللي في اسماعيليه اللي انت كنت بتحبه او بتحلم تبقى زيه؟ هو كان زمان خالص لما كنت بتفرج على الاسماعيلي كابتن عبد الله السعيد. وبعد ما الكابتن عبد الله السعيد مشي بقى وراح النادي الاهلي بقيت بحب الكابتن حسني عبد ربه. وكان نفسي انا اطلع زيه يعني. انت ما لحقتوش صح؟ لا انا اتمرنت معاه يعني كان هو بيمرني. ايوه. بس انت مكانك المفضل في الملعب ايه يا عمر؟ هو انا اصلا مكاني الاساسي اصلا ان انا بلعب 10. ايوه. نص ملعب 10. بس حاليا الكابتن ايهاب بيحطني في اي حته في الملعب يعني. بس يعني 8 اغلبيه 8. اغلبيه 8. وانت ما عندكش مشكله 8 10 انت بالنسبه لك مفيش فرق يعني؟ لا لا هي واحد اصلا يعني. هو اصلا الكره دلوقتي الحديثه ان هي دفاع وهجوم، فهي انا شغال على ده دلوقتي يعني. الكابتن ايهاب مديني ده كله. ايه التفصيله اللي الكابتن ايهاب بيتكلم معاك دايما فيها؟ هو الكابتن ايهاب على طول بيتكلم معايا نفسيا كتير قوي، حتى يعني في اغلبيه المباريات ما ببقاش شكلي كويس فيها ويرجع يديني الثقه وبيعلمني ويديني يعني الثقه كتير، والحمد لله برجع احسن من الاول. بينصحك بايه دايما؟ على طول بينصحني بحاجات كتير يعني ان انا مش لعيب صغير في الفرقه وان انا لعيب كبير سني يعني. والحمد لله يعني هو خلاني ابقى في الطريق الكويس ده. إيه علاقتك ايه بالجمهور في اسماعيليه؟ جمهور في اسماعيليه دايما الجمهور الاسماعيلي طبعا داعم ليا كتير قوي وبيدعمني كتير قوي، وانا مبسوط من حاجه زي كده، وهو اصلا جمهور كبير يعني ومعروف عنه ده. ايوه. فهو دايما في ظهري يعني وبيدعمني يعني الحمد لله. إيه الطموح بتاعك مع الاسماعيلي ايه يا عمر؟ يعني ايه اللي انت بتحلم بيه مع اسماعيليه؟ هو طموحي ان مع الاسماعيلي ان انا اخد بطوله. بس حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه. أيوة. وبنحاول ان احنا نجيب حاجه مثلا الاسماعيلي كاس. يعني ان شاء الله هنحاول ان احنا نجيب كاس مصر. بس الحمد لله يعني ربنا يسترها يعني ونكمل يعني في الطريق اللي احنا ماشيين فيه. كان ليك موقف انت في ماتش طلع الجيش، كان ايه الموقف ده؟ لا واتغرمت تقريبا 50,000 جنيه. لا الموقف ده اتقال كده، انا طلعت من الشوطين يوميها بس ما حصلش حاجه من اللي اتقالت يعني على السوشيال ميديا. انا عرفت الموضوع ده بالصدفه كده. بس ما حصلش اي حاجه. ما فيش اي حاجه حصلت. بتحس ان الاجيال بتاعتكم عمر عندها ميزه ان بقى المعلومات متاحه، تقدر تخش على الانترنت في 5 دقائق تجيب ازاي مش عارف فلان الفلاني كريستيانو رونالدو بياكل ازاي وفلان الفلاني ده بيتدرب ازاي في الجيم. يعني بقت المعلومات اسهل، بتشوف ان ده هو في معظم اللعيبه بتعمل كده. بس لا يعني المفروض ان انت بيبقى ليك منظم يعني نظام غذائي انك ماشي مع دكتور وبتاع، فمالهاش دعوه بالسوشيال ميديا خالص يعني. لا يعني دي حاجات مع الدكاتره يعني. وبتعمل كده انت؟ انا شغال دلوقتي ده يعني عندك ماشي مع نظام غذائي مع الدكتور عبد الرحمن سعيد. والحمد لله يعني ماشي. وشغال مع حد مثلا في الاناليسيس بتاع اللي هو تحليل الاداء وكده وبتشتغل على ده؟ شغال مع محمد خالد معايا هو دلوقتي اصلا. حاجه محترمه جدا يعني، هو اصلا اللي مخليني يعني كويس في الحاجات اللي في الماتشات اللي انا بعملها ده، وبيقدم بيخليني اقدم مستوى كويس يعني. ايه الجول اللي انت جبته مع الاسماعيلي انت بتحبه بتعتز بيه؟ هو الجول اللي انا جبته كان غالي عليا اللي هو بتاع البنك الاهلي. كان كويس يعني، اخذنا نقطه وكنا احنا محتاجين النقطه دي، مش محتاجين ان احنا نخسر يعني. وهو كان غالي اللي كان في اخر ثانيه او اخر دقيقه. بس انت ما شاء الله انت يعني جوالك ممكن تكون مش كتيره قوي بس حلوه، مؤثرة كلها مؤثره يعني وكلها حلوه. الجول ده جول حلو قوي 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 قوي.
انت اصلا بتحب الشوط من بره عمر؟ انا اصلا من صغري انا بحب اشوط يعني. بحب اشوط من بره. حلو قوي وتكنيكه حلو قوي 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 يعني. الحمد لله. بتحب انت بتشوف ان انت يعني مميز دايما في الحته دي؟ الحمد لله انا مميز في الحته دي قوي وبشتغل عليها يعني مش ثابت في حاجه، انا على طول بشتغل وبجرب كتير يعني. بتحاول ان ربنا بيكرمني. بتحاول ان انت تنميها. بتحلم بان انت تروح منتخب مصر؟ اكيد ده حلم من وانا صغير يعني ان انا ابقى متواجد بس في منتخب مصر الاول. حاجه يعني مشرفه ليا يعني. هل في حصل تواصل ما بينك مثلا وبين حد في الكابتن سعفان مثلا من ولاد اسماعيليه وكابتن اسماعيليه؟ هو ما حصلش حاجه، هو كله على السوشيال ميديا زي ما بقول لحضرتك. لكن بس مفيش يعني يعني ما حدش كلمني بتاع، بس لا كله انا بشوفه على السوشيال ميديا بس. مين من الجيل بتاعك، عرفنا بالجيل بتاعك كده في الاهلي والزمالك وبقيه الانديه. الجيل بتاعي انا سني يعني؟ يعني الاهلي مثلا كريم الدبيس معايا في المنتخب الاولمبي هو، ومين تاني؟ وفي كان معايا في الزمالك ايشو. الزمالك لا، وفي لعيبه كتير يعني. واياد لا اياد العسكراني معايا في الاسماعيلي كده، كانوا صغيرين انا وهو مع بعض. لا بس يعني مش مجمع دلوقتي. بتشوف ايشو اتظلم شويه ما خدش فرصته مع الزمالك؟ هو يعني كان ممكن يبقى افضل من كده. ايشو اصلا لعيب موهبته عاليه قوي وهو ما خدش فرصته فعلا في الزمالك، ولو كان اخدها كان هيبقى نجم مصر. بتشوف ان منتخبنا الاولمبي عمر يقدر يعمل حاجه ان شاء الله في باريس؟ هو ان شاء الله هنعمل حاجه كلنا، مش عمر الساعي بس، وان احنا نقدر نجيب ميداليه يعني. ان شاء الله ان احنا بنسعى لده وربنا يكرمنا ان شاء الله. الشغل مع مستر ميكالي ممتع يعني؟ بتشوف ان الراجل ده اضاف لكم شغل فني؟ شغال معانا كتير وبيشتغل معانا من زمان جدا، وهو بيعلمنا حاجات كتير يعني، واحنا حاليا بنشتغل على الحاجات دي. مين التلات لعيبه الكبار اللي نفسك يكونوا موجودين معاكم؟ يعني في لعيبه كتير جدا كويسه يعني. في مصطفى محمد لعيب كويس جدا. اكيد مش يعني. في محمد عبد المنعم. في برضو امام عاشور. هم دول الثلاث لعيبه الكويسين يعني. ومحمد صلاح. محمد صلاح لازم يبقى موجود بس مش هيجي. يبقى اربعه كده. محمد صلاح ده لا، محمد صلاح ده في حته ثانيه. بره الحسابات. لا لا في حته ثانيه. هو بس هو مش هيجي اكيد. بتحس ان انت او بتشوف ان احنا نقدر نطلع ثاني محمد صلاح؟ يعني لعيبه ثانيه تقدر تعمل والله اللي صلاح عمله؟ في لعيبه كتير اصلا مش في الدوري الممتاز بس، في لعيبه كتير في الدرجه الثانيه يعني زي محمد صلاح في بدايتهم وكده، بس ربنا اكيد هيكرمهم يعني. بس يعني محتاجين لسه لسه محتاجين الفرصة. شغل محتاجين. بتشوف ايه اللي فرق مع صلاح؟ لا العقليه يعني. صلاح عقليته في حته تانيه يعني. يعني هو مش زينا خالص. مختلف. مختلف جدا. بتحاول تتعلم، بتحاول تشوف يعني ترقش هو بيعمل ايه وتقلده فيه، تشوفه بيعمل ايه ده اكيد وتمشي على حاجه الطريق اكيد بتاعه. انا نفسي ابقى زيه اصلا يعني. انا نفسي انا من وانا صغير نفسي ان انا احترف يعني. انا طموحي ان انا احترف في اي حته، المهم امسك السلمه الاولى وان انا احترف بس. وابقى زيه. سمعنا في فتره من فترات انت جالك عروض بره او كده، حصل ده فعلا؟ هو جالي عروض بس يعني انا ما بركزش في الحاجات دي ساعتها يعني، ما بركزش فيها، انا سايبها مع الايجنت بتاعي. مصري ولا اجنبي؟ مصري. مصري؟ ما بفكرش فيها ومركز في الملعب بس. مين اكتر لعيب خط وسط في مصر دلوقتي انت بتشوفه يعني عاجبك الموهبه بتاعته وعاجبك الباكج بتاعته؟ هو زيزو. زيزو انا بحب زيزو لما بينزل في نص الملعب. بس هو امام وامام عاشور لعيب كويس جدا. دول الاثنين اللي انت بتشوف ان انت يعني هم دول اكتر اثنين. وعبد الله السعيد بقى زمان. طبعا. طبعا انا بتكلم على حالي. ايه اللي بيعجبك في زيزو؟ ايه اللي بيعجبك في امام؟ هو زيزو احسن حاجه في زيزو ان هو بيعمل كل حاجه في الكوره. ومش ما بيقفش، شغال على طول شغال يعني. ويعني مستمر في ان هو يبقى يعمل حاجه للزمالك يعني. بيحاول يطور من نفسه. بيحاول يطور. بيحب ان هو يطور من نفسه، مش بيحاول، بيحب ده. هو حابب ده. بس وامام. وامام لعيب كبير جدا يعني، انا بتفرج عليه من زمان جدا يعني. انا بتفرج عليه من ساعه لما كان بيلعب متهيألي في نادي النصر حاجه زي كده. ما اعرفش انا النصر ده، انا اللي عارفه غزل المحله والحرس. وقبل اف سي مصر حاجه زي كده. انا كنت اتفرج عليه بجد والله العظيم. لا لعيب كويس جدا وعنده امكانيات رهيبه يعني. بتشوف احنا عندنا، انا بديت كلامي ان دايما احنا بنقول ان ما عندناش مواهب في مصر كتير، المواهب اللي في مصر قليله، هل فعلا بتحس ان احنا عندنا مواهب قليله في مصر؟ لا طبعا بجد والله. لا عندنا مواهب كتير جدا في مصر، وعندنا مواهب بس هي مدفونه.
يعني هي عايزه بس عين بس ان هي تتشاف. لا احنا عندنا مواهب كويسه جدا كتير. مين لعيبه تانية في الدوري انت بتحبهم او بتحب تتفرج عليهم؟ يعني انا بحب ميس يعني فيها هو عبد الله السعيد انا بحبه حتى لو بطل. في اقول لك في عبد المنعم برضو بحب لعبه جدا. يعني عبد المنعم طريقه لعبه جدا جميله يعني. وعندنا برضو في الاسماعيلي برضو بدا يطور من نفسه محمد دسوقي، انا حابب لعبه دلوقتي اللي هو بيلعب سيرد باك كويس جدا. ويستاهل ان هو ينضم لمنتخب مصر. بس بتشوف لو انت بتقعد مع نفسك كده بتقول يا عمر لا انت ناقصك 1 2 3 4 انت لازم تشتغل على ده ده، ايه الحاجات اللي بتشوف ان عمر السعيد محتاج يشتغل عليها؟ هي يعني الحاجات كلها في الملعب. يعني انا بره الملعب الحمد لله بحاول ان انا انظم في ده، يعني جوه الملعب اللي هو حضرتك زي ما قلت لي الشوتينج على الجون بس انا بحاول من ده، وال يعني ان انا العب بوكس تو بوكس. بس الحاجات دي بتشوف عمر ان انت على بره الملعب عايش كلاعب كوره، يعني اكلك نومك حفاظك على صحتك الريكفري بتحاول من دلوقتي، وده بيبقى صعب يعني في سن الصغير اصحابك كلهم بيخرجوا بيسافروا يعني. يعني انا بحاول بس بيبقى في حته صغيره كده اللي هو ممكن اسقطها بس بس يعني انا بحاول ان انا اعمل ده. يعني مين اكتر حد بيساعدك في تظبيط يعني يومك؟ هي امي وابويا هم اكتر حاجه حد بيساعدوني في حياتي، هم ساعدوني كتير جدا يعني وتعبوا ورايا. انت وحيد؟ لا انا عندي اخ واخت اكبر مني، انا اصغر واحد. انت ال انا داخل العقوبة واخد الدلع كله. انا اخده كله من امي. ربنا يخليها لك يا رب وتحافظ عليها، ده دي البركه والستر والرزق كله. ربنا يخليها لك، ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويرزقك برهم يا رب دايما. ربنا يخليك. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده عمر الساعي، خليكم معانا. عمر انا اللي عرفته واللي سمعته ان احمد حسام ميدو هو اللي حط عينه عليك. قول لي القصه بقى دي ازاي. انا كابتن احمد حسام ميدو جه مرنا في فتره يعني كده، فهو شافني في التمرين يعني وسال عليا وبتاع ودخلني معاهم ماتش كان ماتش الطلائع يعني. فكان في تبديل، كان اخر تبديل متهيألي، وانا كنا انا وكم واحد بيسخن يعني، فكنت انا المفروض ان انا اللي هنزل يعني. فنزلت وربنا كرمني في الماتش ده يعني. هو ده الماتش كان في بدايته يعني ان انا ابقى موجود هنا دلوقتي. هو الكابتن يعني احمد حسام ميدو هو ساعدني كتير في ده برضه بجد والله. والله قال لك ايه يعني، كانت ايه نصايحه ليك؟ هو على طول بينصحني. بتتكلم على واحد عنده كارير يعني العالمي. هو لا هو نصحني كتير جدا يعني، هو برضه نفس الكلام بيعرف يعامل الناس كويس واللعيبه بتاعته كويسه، فهو عاملني كويس يعني الصراحه واتعامل معايا كويس جدا يعني. بتاخد رايه بتساله لان هو برضو عنده؟ لا هو على طول ما كانش معانا اصلا. ايه؟ كان على طول بيجي التمرين يمرنا ويتكلم معانا شويه ويمشي يروح الاستوديو. بجد والله. لا انا قصدي بعد ما ساب تمرين الاسماعيلي. هل بتاخد رايه؟ لا بيتواصل معايا يعني دلوقتي. بتقول له هو تواصل معايا في فتره في يعني في نص الموسم يعني في نص الدور الاول، قال لي ان هو عايزني اجيب 10 جوال. فالحمد لله انا قدرت احقق النص. وان شاء الله يعني اقدر اكمله. اشمعنى 10 جوال يعني؟ مش عارف بس هو لقيته بيقول لي 10 جوال. لك عرض ولا حاجه؟ رشحك لحد مثلا او قال لك على حاجه فيما يخص الاحتراف؟ لا ما اتكلمش معايا في الحاجات دي الصراحه، بس هو يعني اكيد بيعمل كده يعني. مين اللعيب اللي انت نفسك تلعب جنبه؟ هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. بس زمان انت متيم بعبد الله السعيد. انا بحبه يعني من زمان، الدنيا كلها في كفه وعبد الله السعيد في كفه. انا بحب عبد الله السعيد جدا. بس ايه يعني اكتر حاجه بتحبها طب في طريقه لعبه في الموهبه بتاعت عبد الله السعيد؟ هو عبد الله السعيد بيعمل حاجات احنا ما بنستوعبهاش. يعني هو بيعملها يعني. انت هتشوفه كده هو هتتفاجئ ان هو بيعملها. هو الوحيد اللي بيعمل كده. زي ايه مثلا؟ يعني يودي واحد هو الجون بتبقى صعبه بالنسبه لك بس هو بيوديه باسهل الطرق يعني. بس فبتتفاجئ. انا بحبه عشان كده. وطبعا ان لعيب يبقى في السن ده ولسه لغايه دلوقتي محافظ ومؤثر. دي عقليه برضه. يعني دي عقليته زي عقليه صلاح بس هي الفرق في الاحتراف. هو عقليته كويسه جدا يعني وانا نفسي ابقى زيه. عايز ارجع تاني لجزئيه كابتن ايهاب، بس قبل ما اروح لجزئيه كابتن ايهاب، هل اتكلمت مع عبد الله السعيد قبل كده ويعني تواصلت معاه؟
لا ما حصلش. ما حصلش. لا كلمه بقى، كلمه واساله وخد منه الخبرات بقى طالما انت بتحبه. دي حاجه جميله جدا والله. عايز ارجع بقى لكابتن ايهاب جلال. دايما كابتن ايهاب جلال تحس عنده بصمه على اللعيبه اللي هو بيمرنهم، يعني بيفرق في مستواهم، وده حصل مع لعيبه كتير. هل كابتن ايهاب جلال بتحس ان هو طور من شخصيتك جوه الملعب؟ هو طور مني كتير يعني. هو كابتن ايهاب وقف جنبي كتير، مش في الملعب بس، بره الملعب كمان. يعني لما بعوزه بلاقيه، وهو طور وجوه الملعب طور بقى حاجات كتير جدا يعني انا ما كنتش شايفها في نفسي يعني. بس هو يعني هو بالنسبه لي يعني الاب الروحي يعني بالمعنى الاصح يعني. بحس دايما كابتن ايهاب كمان واخد الطبع الاوروبي في المدربين يعني. بيعمل كونفرسيشن بينه وبين اللعيبه، يخليك تتكلم، ويعني ما هوش المدير الفني. لا لا هو مش كده خالص. هو قريب مننا جدا يعني، يعني في الملعب قريب مننا وبره الملعب قريب مننا يعني. هو ما بيحسسناش ان هو يعني بعيد عننا وكده. فهو ده اللي بيخليه ان هو مدرب كبير. مين اللعيب اللي بره اللي انت بتحبه بره مصر؟ يعني في، انا بحب ميسي قوي. نفس الكلام زي عبد الله السعيد كده. لا ده بيعمل حاجات ده بيعمل حاجات بقى احنا ما لناش دعوه بيها بجد. دايما اللعيبه الصغيره عمر متهمين ان هم مش مركزين في الكوره، وان هم بيتغروا بسرعه، وان هم مش بيهتموا بشغلهم وبالكارير بتاعهم. بتشوف ده حاصل فعلا ولا لا، ولا العكس؟ لا هي مش، ما بتبقاش كده، هي ما بتتحسبش كده يعني. هي بتتحسب، هي عقليه اللعيب ده عايز يعمل ايه في حياته، هو عايز يوصل لايه. ايه اللي هو عايز يعني يوصل له بس. فهي مش ما فيش يعني الكلام ده خالص. هي عقليه لعيب بس يعني. بتفرق من حد للتاني، مش حاجه ثابته. العقليه اللي هي بتفرق من حد للتاني بس. ايه الفريق او الدوري اللي انت نفسك تلعب فيه؟ انا نفسي العب في الدوري الانجليزي. فين بقى؟ يعني فريق معين بتحبه؟ ما مش هقول ان فريق بحبه، عشان بحب يعني اكيد الفرق الكبيره، بس ابدا من فرقه صغيره عادي يعني. انا احب ده يعني، احب التحدي. انت عايز تروح حاجه مثلا دوري يكون من الدوريات اللي هي مش كبيره في اوروبا، وتاخد الموضوع بالتدريج؟ انا مش كده يعني، بس لو اكيد لو جالي حاجه مثلا في الدوري طبعا يعني هتكره. بس انا حابب يعني ان انا يعني اجرب التحدي ده، وانا عايز اعمل كده يعني. العرض بتاع سالزبورج النمساوي ده حقيقي فعلا؟ هو حقيقي فعلا، بس مش الكلام يعني مش معايا انا. الكلام مع الايجنت بتاعي. يعني الكلام معاه، هو انا مركز بس في الملعب يعني. وراح للنادي ولا لسه؟ لا ما اعرفش برضه، بس ما افتكرش ان هو راح للنادي، بس وصل الكلام يعني. الكلام وصل بس ما راحش. انت مخطط لو مثلا قبل الاولمبيكس يعني جالك عرض تسافر تروح؟ لا طبعا، انا اصلا اول حاجه اخدت يعني التفكير اللي في دماغي يعني ان انا العب الاولمبياد الاول واتشاف. يعني اصل ده حلم اي حد انه يلعب في الاولمبياد. ومن هناك هتشاف ان انا ممكن اروح فرقه كبيره. بس تروح بقى بعد كده لفرقه اكبر يعني. مع ان في حد يقول لك لا يا عم عصفورهم في اليد ولا 10 على الشجره، امسك اللي موجود دلوقتي. لا برضه مش كده. انت مش قلقان من ده؟ لا مش كده. لا انا ان شاء الله يعني هيبقى ليا دور في البطوله بتاعت الاولمبياد، وان شاء الله هعمل حاجه ان شاء الله لبلدي وليا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بتشوف ان دلوقتي بقى عندنا لعيبه كتير محترفين عاملين شغل حلو؟ عندك مصطفى محمد. طبعا في رجالتنا في السعوديه زي طارق حامد واحمد حجازي وحمدي فتحي في قطر. ومحمد شريف في السعوديه طبعا، غير صلاح طبعا يعني. هو بتشوف ده بيدي للعيبه اللي موجوده في مصر الصغيره دوافع ان لا احنا نقدر اهو نسافر ونثبت نفسنا ونبقى ناجحين بره؟ ايوه، هو ده حافز لينا اصلا ان احنا نشوف اللعيبه دي بتطلع بره وبتلعب بره، وبيبقى الموضوع سهل بالنسبه لهم. ده حافز لينا ان انا كمان عايز اجرب الموضوع ده. الموضوع يعني ما فيهوش اي حاجه يعني ان هو يخليك ما تعملش كده. هو دي حاجه رسميه انا بالنسبه لي يعني. كان على الساعي ان هو انا نفسي احترف يعني، ده طموحي. بتحس ان ان عندنا هنا في مصر مش كلنا يعني، جزء كبير من الناس او جزء يعني ان كان كبير او صغير، مش مدي للنني القدر والتقدير اللي هو يستحقه؟ كابتن محمد النني؟ لا الكابتن عقليته برضو لعيب كبير جدا. محمد النني انا بحبه جدا والله العظيم في لعبه قوي، وهو لعبه اصلا يعني هو في الارسنال كان عامل شغل كويس جدا يعني، مش عارف هو ايه اللي حصل. بس دي حاجه بتاعت ربنا بقى مش بتاعتنا، بس هو ربنا يكرمه يعني في اللي هو فيه. طموحك مش ان انت تلعب في مصر نادي تاني غير الاسماعيلي؟ لا هو انا طموحي، انا قلت لحضرتك ان طموحي ان انا احترف.
تحترف بره. اه والاسماعيلي قدر يخليني اعمل كده يعني. أيوة. الاسماعيلي خلاني اتشاف كتير. فانا احترف ده في تفكيري الاول يعني. يعني انت بالنسبه لك انا انت مش تلعب في مصر لاي نادي غير الاسماعيلي. اه طبعا. اه ايه ضحكت على ايه بس؟ لا ايوه اصل الجمل دي بسمعها من زمان. وبعد كده بتتغير كلها عادي بعد كده ما بتلاقيش اي حاجه فيها صح. يعني الاسماعيلي فانا اسماعلاوي. بس انا يعني انا نفسي احترف يعني. انا لو طلعت بره مش هرجع. اه ان شاء الله يعني. بتشوف الظروف اللي فيها الاسماعيلي ممكن تظلم لعيبه كتير يعني؟ الاسماعيلي في ظروف صعبه من حته ايقاف القيد، حته الامور الفنيه الماليه اللي مش. لا 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 النادي الاسماعيلي هو بيصنع نجوم. اه لا طبعا. لا انا مش بتكلم. ما هي ده بيخليك بقى ان انت تلعب يعني عادي انك تلعب في الاسماعيلي حتى لو هو ما بيطلعش فلوس او ما بيعملش اي حاجه. الكيد واقف ده دي حاجه حلوه لينا يعني. هي ساعدتنا في الاول اصلا. صح صح. ان انا اتشاف يعني. انا لو كانوا جابوا لعيبه انا ما كنتش هبقى موجود. مظبوط صح. فهي دي حاجه من الحاجات اللي انا الحلوه يعني ان حصل ان هي حصلت. أي اصلا أي. يعني بس يمكن القصد بتاعي في ايه يا عمر؟ انه الاسماعيلي ده قيمه كبيره جدا يعني. ده كده. تاريخ ويعني بص الاسماعيلي طلع كم لعيبه كوره. ايوه طلع لعيبه كتير جدا. ايه ده؟ ايه الجمال ده وايه الجمدان ده؟ ايوه. فالناس دايما بتبقى نفسها تشوف الاسماعيلي في احسن وضع ممكن. فالظروف الحاليه الظروف الماديه دي ممكن تخلي لعيبه موجوده بس نتيجه ان الظروف الماليه مش احسن حاجه ما يبقاش بيطلع احسن حاجه عنده. لان في الاول وفي الاخر هو بني ادم. لو الدنيا مش ظابطه جوه النادي ظروف مش مساعده مش هيطلع احسن حاجه. وفي نفس الوقت برضه بتحرم الاسماعيلي ان هو يجيب لعيبه من بره كويسه تزود الفرقه وتعلي الفرقه وبالتالي ما تخليش الفرقه في احسن وضع ممكن. انت بتحس بقى ان الاسماعيلي لو توفرت عنده الامور الماديه يقدر ينافس على كل البطولات ويقدر يكون موجود بشكل احسن من دلوقتي؟ هو يقدر. اه لو توفر ليه كل حاجه بتتوفر للانديه الاخرى. بس هو يعني ده نصيب الاسماعيلي يعني. ده نصيبه. هو خير يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احكي لي على باسم مرسي. ده الفاكهه ده بجد والله. والله فاكهه النادي. لا باسم مرسي من اللعيبه الكويسه جدا يعني. انا برضه كنت بتفرج عليه زمان وكنت بحب لعبه جدا. وهو هجام يعني. هو زي مصطفى محمد او مصطفى محمد اللي زيه. بس يعني باسم مرسي عمل حاجات كتير في الكوره برضه. وجاب جوان كتير قوي يعني. طبعا. فهو لعيب كويس جدا يعني وانا بحبه جدا والله. عبد الرحمن مجدي علاقتك بيه ايه؟ لا ده لا عبد الرحمن مجدي ده اخويا اصلا يعني. هو اصلا بيخلونا يعني بيقولوا ان احنا شبه بعض. ده حقيقي فعلا. وعشان الشعر كمان. ايوه عشان الشعر. فهو لا اخويا عبد الرحمن مجدي. وغير كده هو لعيب كبير جدا يعني. ويستحق ان هو برضه يكون في منتخب مصر. وان شاء الله يعني الفرصه دي هتجيله يعني ان شاء الله. بس عبد الرحمن بحس انه كان طالعه جامده جدا. وبعد كده حصل له دروب كده شويه وابتدى الفتره فاتت صراحه كابتن ايهاب جلال يرجعه تاني يفوقه تاني. يعني بحس عبد الرحمن عنده امكانيات اكتر من عنده اكتر من كده. هو ممكن برضه بس الكابتن ايهاب يعني حاول يرجع ده. وعبد الرحمن مجدي دلوقتي هو نجم الفريق. ده يعني حقيقي فعلا. هو يعني هو ربنا يكرمه كل حاجه. بس هو لعيب جامد قوي يعني. انا بحبه برضه قوي. ايوه وبنحب كلنا بنحبه وكلنا عايزينه يفوق. بتفوقه. هو بيفوق الحمد لله يعني. هو من احسن اللعيبه عندنا اصلا. واحمد الشيخ بتشوف ان هو اضافه مهمه للفرقه؟ لا احمد الشيخ اضافه لينا مهمه جدا يعني. هو لعيب كبير جدا يعني. خلي بالك احمد الشيخ بدايه تالقه وانفجاره كان مع كابتن ايهاب جلال. مع في المقص. ايوه انا كنت بتفرج على المقص. كان يعني هو وإريك. بالظبط كده. يعني هو الانفجار كله بتاعه احسن فورمه يمكن وصل لها. احمد الشيخ كانت مع كابتن ايهاب جلال. فعشان كده بقول لك كابتن ايهاب جلال بحسه من المدربين اللي بيعرف ازاي يصنفر. عارف اللعيب يعني. انت هتستريح مع كابتن ايهاب جلال فهتطلع كل اللي عندك. صح. بس بتحب الفكره ان يعني واحده من الحاجات اللي كنت بقول لك عمر فرقت في تقييمي ليك وانا بتفرج عليك ان شفتك تحت الضغوط في الماتشات الكبيره ما بتبقاش هايب الموقف يعني. بتلعب لعبك الطبيعي يعني. في لعيبه في الماتشات الكبيره تلاقيه ايه بيتدارى يلعب السهل عشان ما ياخدش حاجه فيها ريسك. لا انت ما عندكش مشكله في ده. ما بتقلقش ان الجمهور يزوم عليك ان تعمل باصه غلط يجي ترقص تقطع منك. اصل ده يا كابتن فالجمهور يزعل. ده عادي يا كابتن ان انا اغلط. ما هو طبيعي البني ادم يغلط. فانا لو خفت ان انا اغلط هغلط. فانا الحمد لله يعني ما بتشدش في الحاجات دي. وكابتن ايهاب مديني الثقه دي. ايوه.
وانا الحمد لله يعني انا قد الثقه اللي هو مداني دي. بس بتفرق ان المدرب يبقى في ظهرك في الحته دي، مش اللي هو تقعد تيجي يقف لك على الخط بقى فاهم، عمال يزوم عليك ويزعق لك لا الكابتن هاب في ظهري يعني، حتى لو غلطت هو بيقول لي عادي اغلط عادي ولا يهمك، عادي احنا كلنا بنغلط يعني. بس فالحمد لله يعني ما بغلطش كتير بس بغلط. ايه رايك في التالق مثلا مصطفى شوبير يعني حسام عبد المجيد مع الزمالك، اللعيبه الصغيره لما بتفوق وتبقى بقى لنا برضو فتره طويله ما بقيناش لعيبه صغيره بتبقى اساسيه في انديتها، بتشوف دي حاجه مفيده حلوه بتخلي الاداره تتجرأ، الاداره تتجرأ، الاجهزه الفنيه تتجرأ، الجماهير نفسها تثق ان هي يبقى لعيب صغير في السن واساسي في الفرقه؟ هي دي ثقه بس بتبقى بتيجي من المدير الفني. يعني هو المدير الفني اللي بيبقى بيدي الجرأه ان هو ينزل، او بيبقى عنده جرأه ان هو مثلا ينزل اللعيب ده والحمد يعني، ويبقى اللعيب ده قد الثقه. ايوه هو معظم اللعيبه كده يعني، حسام عبد المجيد برده من زمان لعب وهو صغير فريد. وكان بنفس الطريقه اللي انت بتتكلم عنها بتاعت ايقاف القيد برده. يعني وأدى وبقى حسام عبد المجيد ونفس الكلام يعني زي ما الفتره دي برضو كانت ضرت بعض اللعيبه، ضرت الزمالك اللي ما عرفش يجيب لعيبه بس فوقت ناس تاني. هي بتفوق فاروق جعفر ويوسف يعني اسامه نبيه وحسام عبد المجيد وسيد نيمار. أيوه هي نفس اللي حصل عندنا برضو كافك كده، احنا حبينا ده يعني. احنا كنا عايزين ده اصلا عشان نلعب بس ونخلي الناس تشوفنا. وايه رايك في مصطفى شوبير، تالق مصطفى شوبير الفتره اللي فاتت؟ هو حارس كبير جدا يعني، هو صغر سنه بس هو حارس كبير جدا يعني، وبتمنى له التوفيق يعني ان شاء الله. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، خليكم معانا. يا عمر هنسالك شويه اسئله لعد التنازلي وعايزين بقى اجابات ايه؟ لا ايه؟ أو لا لا بس رغم انك شويه تفاصيل يعني. يلا بينا. هل فريق الاسماعيلي الحالي قادر على التواجد بين الكبار؟ المقصود بيها هو طبعا الاسماعيلي من اكبر الكبار، هو المقصود بيها يعني وجود مثلا في المربع الذهبي. احنا بنسعى لده يعني، بنسعى لده وان شاء الله يعني هنبقى قريبين من الكلام ده ان شاء الله. يقدر الاسماعيلي، يقدر الجيل الحالي يعمل كده؟ يقدر. انتوا في كلامكم مع بعض يقدر، والله يقدر. بس احنا يعني هي عدم التوفيق اللي بيحصل بس في الماتشات فهو اللي مش مخلينا نبقى قريبين. بتحس ان في ممكن بعض عدم التوفيق، مش يعني خلينا نقول عدم التوفيق من بعض القرارات التحكيميه اثر على الاسماعيلي؟ هي في حاجات اثرت على الاسماعيلي كتير بس برضو يعني مش هنجيبها في التحكيم يعني. بس احنا قدرنا قدام فرق كبيره ان احنا نعمل شكل للفرقه بس مش التحكيم يعني. بس هو كان في ثغرات كده مع التحكيم بس مش هي السبب الاساسي. يعني احنا كنا السبب الاساسي. بس يعني الحمد لله ان احنا قدرنا نطلع من الكبوه القديمه دي خالص، ان احنا ما كناش بنكسب كتير. ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن واحسن للدرويش. لاعب من الجيل الذهبي لمنتخب مصر كنت تتمنى اللعب بجواره؟ هو الكابتن حسني عبد ربه. كابتن حسني عبد ربه. كان يعني بينصحك بحاجه، بيديك تعليمات؟ انت بتتكلم واحد من اهم واجمد لعيبه خط الوسط جت في تاريخ مصر. لا هو مش هو اللي بيتكلم معايا بس هو بيتكلم عليا كتير في الاستوديو فانا بسمع دايما. لا انا قصدي الفتره اللي هو كان موجود فيها في الاسماعيليه. يعني لما كان ماسك كان ماسكنا صح؟ كان بيديك مثلا. لا كان بيتكلم معايا كتير ويقعد يحفزني، وكنت ساعتها انا جاي من منتخب الشباب. كان بيقعد يعني يقول لي ان انت لعيب كويس يعني، واشتغل على نفسك وما تقفش يعني الحمد لله. وانت عندك الحته بتاعت هو كان جامد جدا في موضوع التصويب ده، حته التصويب تسديد وكده. انا متعلمها منه يعتبر. انا كنت بشوفه برضه هو بيشوط كتير. هو كان وعلى فكره بحس الحته دي بتدي افضليه للعيب بشكل غير طبيعي. ايوه لا هو كان رهيب في الحته دي جدا يعني، هو يعني كانت حاجاته غريبه، بيشوط من مسافات غريبه يعني الواحد برضه مش قادر يتخيلها. طب مين بالنسبه لك كان الاقرب، حسني عبد ربه ولا حمص؟ في ايه؟ اللي بتحب ستايل لعبه اكتر؟ ما هو ده ليه ستايل وده ليه ستايل يعني، ده بيعمل حاجات برضه غريبه وده بيعمل حاجات غريبه برضه يعني هما الاثنين لعيبه كبار طبعا يعني. طبعا انا ما ينفعش اقول عليهم حاجه. طبعا الاثنين دول من اهم لعيبه خط الوسط اللي جت في تاريخ الاسماعيلي وتاريخ مصر يعني. هل تلقيت عروض الانضمام للاهلي او الزمالك الفتره الماضيه؟ تلقيت؟ من الاثنين؟ من الاثنين بس يعني برضه الكلام كان على السوشيال ميديا، الناس مش بتكلمني انا يعني. الكلام ما كانش بيوصل لنا دايركت، كان مع الايجنت بتاعي وهو كان بيقول لي يعني. بس انا كنت في دماغي برضو ان انا احترف يعني. طب والاسماعيلي كان رده ايه؟
لا هو ما اعرفش الكلام ما وصلش الاسماعيلي او ما الاسماعيلي ما اتكلمش معايا فيه يعني. بس وانت بالنسبه لك ده مطروح ولا مش مطروح الموضوع ده ان انا اروح يعني اهلي او زمالك؟ لا ما انا قلت لك يا كابتن ان انا التفكير الاول يعني عندي ان انا احترف. أي. ان شاء الله هحترف ان شاء الله يا رب. هل لا السؤال اللي بعد كده، هل وعدك احمد حسام ميدو بالاحتراف في نهايه الموسم؟ لا هو ما كلمنيش انا على حاجه زي دي. لا بس هو كان لما كان معانا كان بيديني شويه تعليمات بس يعني. لكن ما قالكش مثلا هكلمك حد بره؟ لا 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 شوف لك ايه كده. لا لا ما حصلش. بس ده حد بيقول لي ان هو كلمك بجد؟ بس انت مخبي مش عايز تقول. لا لا ما حدش قالك. طيب ماشي. ما النادي الذي تحلم بارتداء قميصه عالميا؟ يعني مثلا بحب برشلونه جدا يعني بحب طريقه لعبهم. تحب برشلونه؟ انت عايز التيكي تاكا والشغل الضيق ده بحب الحاجات دي قصير ده. بحب يعني الحاجات دي جدا يعني. يعني بتوع برشلونه يعني تعبانين قوي اليومين دول. ما انا بقى احنا مالي بقى بس انا بحب بس طريقه بس روحوا خلاص. مين احرف لاعب كوره شفته انت في مصر؟ اديني خمسه بقى. ليه كتير قوي خمسه؟ طيب كتير قوي خمسه ليه يا عم؟ ده احنا عندنا لعيبه كتير قوي. ما انا كان في ناس عندنا مثلا الكابتن ايمن حفني ومصطفى فتحي يعني كل دول حريفه دول اتنين. انت عايز ثلاثه كده كمان. في لعيبه كتير يا كابتن، في لعيبه كتير حريفه يا كابتن. ايوه مين؟ طب قول لي اهو انا قاعد مستني. انا مش في دماغي دلوقتي مين تاني حريف. وعبد الرحمن مجدي حريف جدا. و الاهلي مين في الاهلي؟ ايوه ها انا مستنيك اهو. عارف انت فيلم صليب في الجامعه؟ قال له ايوه. احنا انكتب علينا. قال له قول لي على حاجه ده من ربنا كتب عليه في. طب قول لي قبل ما تفكر في مين تاني بتشوف عبد الرحمن مجدي بيقدر يكون موجود في منتخب مصر ويفرض نفسه على منتخب مصر؟ عبد الرحمن مجدي يقدر يكون موجود في منتخب مصر، مش موجود بس موجود. أي. بشكل اساسي. أي. ان هو يبقى موجود في الملعب. هو امكانياته يعني تخليه يعمل كده. ويعني ربنا يكرمه يعني ان شاء الله. انت لحقت شيكابالا كان موجود في الاسماعيلي؟ لا لا انا كنت صغير جدا. صغير جدا. كنت بتفرج في التلفزيون ما بروحش الاستاد كمان. مين تاني طب انت لو اخترت لي لاعب واحد حريف انت بتشوفه احرف لعيب انت شفته؟ انت فكرتني بيه دلوقتي. على ايه؟ هو الكابتن شيكابالا. على الحرفانه يعني؟ لا ده كان صعب برضه. هو كان في ودلوقتي ما زال. هو حريف جدا يعني. في حته تانية يعني في الحاجات في الحته دي وفي كل حاجه يعني. يعني انت بالنسبه لك احرف واحد انت شفته يعني في الفتره اللي انت قعدت فيها على الدنيا شفتها على الكوره، مين احرف لعيب انت شفته؟ هو شيكابالا. شيكابالا. هو يعني انا كنت صاحي يوميها يعني. فاهم؟ انا بتفرج كنت عارف ان ده احرف لاعب شفته في حياتي. مين افضل لاعب بالنسبه لك في تاريخ الاسماعيلي؟ افضل لاعب في برضه اللي انت عاصرتهم، لان الاسماعيلي اصله مليان اسماء يعني في الكوره. ما هو الكابتن حسني وجنبه يعني الكابتن حمص يعني. ده اللي انا شفته. يعني ده اللي انا شفته وكان بالنسبه لي لعيبه كبيره جدا يعني. ايوه. السؤال اللي بعد كده، مين الاقرب للتتويج بالدوري في الموسم الحالي في وجهه نظرك يا عمر؟ هو لسه اصلا في فرق كتيره يعني منهم الاهلي ما لعبش. الزمالك عنده والزمالك في ماتشات كتير مؤجله. فانت بيراميدز نفسه عنده لسه ماتشات مؤجله بس. لا لعب لعب لا لعب طبعا كتير. لعب اكتر بكتير من الاهلي والزمالك يعني. هي يعني قريب يعني من الثلاث فرق دول. بتشوف ان بيراميدز يقدر يعمل مفاجاه ويحقق الدوري؟ هما سكواد جامد جدا. وهم بقى لهم كام ماتش ما بي هم شغالين ما شاء الله. هم اقرب يعني. هم اقرب وممكن يعملوا لنا مفاجاه يعني. انت لعبت ثلاث فرق صح؟ مع الاسماعيلي واجهت الثلاث فرق. لعبت واجهت الاسماعيلي واجهت قصدي بيراميدز والزمالك والاهلي. مين اصعب فرقه في ارض الملعب؟ مين الفرقه اللي بالنسبه لك كانت ماتش تقيل ورخم بلغه الكوره؟ هو كان الماتش صعب يوميها بس وكانت فرقه كويسه جدا هي بيراميدز. بس الدور الاول كان ساعتها احنا كنا كسبانين واتطرد مننا واحد. فهم هجموا علينا كده في الشوط الثاني واخدوا الماتش. تعبوكوا؟ تعبونا جدا واحنا تعبناهم. أي. يعني احنا تعبناهم واحنا 10 بس هم قدروا وعرفوا يكسبوا الماتش يعني. ايه رايك في وليد الكارتي وبلاد الثوري؟ بلاد الثوري ده يوم الماتش بيراميدز. ايوه لا بتكلم في العموم مش في ماتش الاسماعيلي، بتكلم في العموم يعني. لا هو وليد الكارتي لعيب انا يعني بحبه قوي يعني. بحب طريقه لعبه برضه يعني. قريبه من عبد الله السعيد. أي. بس هو لعيب كويس يعني. ان هو
طويل وبيعمل الحاجات دي فهو كويس جدا يعني. بلاتو توريه هو كورته سهله جدا يعني بيعمل برده بيلعب بالسهل جدا سهل ممتنع يعني صعب هو في الحته دي. مين اللعيب اللي في بيراميدز اللي يعني في الملعب بقى وانت بتلعب قصاده كان بالنسبه لك مبهر يعني حاسس ان هو لعيب جامد قوي يعني ما كنتش وانا بلعب قدامه صح؟ مصطفى فتحي. مصطفى فتحي مهاري جدا مصطفى رهيب يعني صعب جدا يعني في الملعب قوي يعني ومع انه صغير بس هو غريب يعني في الحته دي. اخر سؤال في رايك في اي مركز سينهي الاسماعيلي بطوله الدوري؟ طموحك مش في اي مركز يعني هو احنا بنحاول وبنسعى يعني وبنشتغل على ده ان احنا نوصل للمربع يعني احنا هنحاول على ده يعني ربنا يكرمنا يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اخيرا بقى عمر لو في ايدك تختار لعيب من الاهلي تجيبه الاسماعيلي لعيب من الزمالك تجيبه الاسماعيلي اختار مين؟ اختار من الزمالك مثلا نجيب زيزو ومن الاهلي نجيب محمد عبد المنعم مثلا. عمر انت شرفتني ونورتني عايزك تفضل بنفس العقلية الجميلة ونفس الشخصية الحلوة وتتطور عن كده كمان أكتر وأكتر وأكتر وإن شاء الله اللقاء الجاي إذا ربنا أحيانا وكلينا عمر تكون في منتخب مصر وتكون محترف بره ومحقق حلمك وفي يوم من الأيام تكون في برشلونة ونعمل اللقاء ده بقى في الكامب نو. إن شاء الله. أنا كنت مبسوط مع حضرتك والله. ربنا يعزك ويحفظك يا حبيبي وكل الشكر ليك. ربنا يخليك. شكر موصول لحضراتكم على المتابعة ونشوفكم بإذن الله على ألف خير.